السلام عليكم يا شباب، النهارده ان شاء الله هنعرف عدد النجوم اللي بتولد يوميا في الكون. بس احب افكركم في الاول ان المصادر تحت في الديسكريبشن، ويا ريت ما تنسوش الدعم. بحسب التقديرات الفلكيه بيولد يوميا ما يقرب من 275 مليون نجم يوميا في الكون. خدوا بالكم، ده تقدير احصائي مش مطلق، بمعنى لان علماء الفلك اثناء دراستهم لمجرتنا درب التبانه لقوا ان المجره بتنتج 3 نجوم سنويا في المجره بتاعتنا. طبعا في المجرات التانيه بينتج فيها النجوم بوتيره اسرع او ابطا، علشان كده لو افترضنا من المعدل العام لكل المجرات ان هي بتنتج نجم واحد سنويا، وطبعا في حوالي ما يقارب 100 مجرة في الكون بتاعنا، فلو افترضنا ان كل مجرة بتنتج نجم واحد سنويا، فكده هنطلع ان في 100 مليار نجم بينتجوا سنويا. وطبعا لو قسمنا التقدير ده على عدد ايام السنة، فهنحصل على النتيجة النهائية ان بينتج 275 مليون نجم في الكون كله في اليوم الواحد. طب حد يعرف عدد النجوم اللي نقدر ان احنا نشوفها بالعين المجردة؟ على الرغم من ان احنا ممكن نشوف الاف النجوم اللي موجودة في السماء لو بالليل مثلا والسماء صافية، الا ان احنا ما بنشوفش الا 3 في المليون من 100 في النجوم اللي موجودة في مجرتنا درب التبانة. الامر ده متوقع جدا، لان تقريبا في مجرتنا درب الدبانة في حوالي 200 مليار نجم، متباينة طبعا في الحجم واللمعان، خصوصا لو خدنا في عين الاعتبار ان حجم مجرتنا درب التبانة حوالي 100,000 سنة ضوئية. من بين النجوم اللي ممكن نشوفها لكن اكترها بعدا اللي هي اللي بعيدة عننا 1,000 سنة ضوئية، لكن البعد مش هو الاشكالية، لان اغلب النجوم في المجرة بتاعتنا خافتة اللمعان لدرجة ان احنا مش هنقدر نقصدها بالعين المجردة. طب تعالوا ناخد مثال، مثلا الشمس بتاعتنا بتصدر ضوء خافت جدا لدرجة ان احنا ما نقدرش نشوفها على بعد 60 سنة ضوئية. بس في معلومة كمان انا عايز اقول لكم عليها، لو في كائن فضائي عايش على كوكب بيبعد عننا 65 مليون سنة ضوئية وبيبصلنا بتلسكوب معين، هيشوف الديناصورات. السبب هو ان للضوء سرعة محددة اللي هي 3 × 10^8، عشان كده اللي هيوصل للكوكب التخيلي ده من الضوء هيكون الضوء اللي خرج من الارض من 65 مليون سنة. لنفس السبب انت لما بتشوف النجوم في السماء بالليل فانت بتشوف الماضي، تشوف ماضي النجم على حسب عمره، طبعا هنا بيتوقف على عمر النجم نفسه. الضوء بياخد حوالي 8 دقايق و19 ثانية علشان يوصل لنا من الشمس، فانت لما بتنظر هنا للشمس انت بتشوفها من 8 دقايق و19 ثانية فاتوا. برضه بياخد ضوء المنعكس من القمر اللي بيوصل لنا حوالي ثانية واحدة بس. وشكرا، خلصت حلقة النهاردة. المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن، ياريت ما تنسوش الدعم. السلام عليكم.